كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اخر هضره قال لي قال لي تداوني ولا واحد مسكين هنا يعني يا الخراب جاي مسكين الوالد ديالي وهز العصا ديالو ودار لي عجيت من الطوموبيل وهرب عليه وجا قطع الشانطي هو يجي هو يدفعو. الناس ما بغاتش تشهد على الحق مش لحد عدان فلاتي هاتي ساعة عدان فلاتي وشطو في الكاميرا مسكين مني خوات لي رجليه هو يضيع. مني ترقو صرحو راه لا اله الا الله راه كنصبرو فيوسنا وكنصبرو في والدينا وكيدوز حدا الدار بحال كيستفزنا لا اله الا الله. الاب ديالي كان حارس هنايا في الشنطي في البارك على السيارات وعلى المحلات هنايا ومسكين كيدير كيبيع الديطاي تيترزق تيبيع الديطاي. انا داكشي اللي شفت في الكاميرات عند الناس داكشي اللي شفت في الكاميرات جا عندو داك السيد داك المجرم جا عندو سكران شارب الخمر هذا سكران في واحد الحاله كيعاقب عليها القانون اولا بعدا غير ديك الحاله وصايب وما عرفتش قال لي واش عطيني ما تعطيني. بالنسبه للشهود قال لي عطاه شي جوج ورقات ويرجع عليه داك المجرم قال الدراري قال لهم هذاك راه حمار قال لهم داك السيد راه حمار صافي. وداكشي اللي شفت انا في الفيديو شفت داك السيد هبط عند الواليد ناض الواليد باغي يهرب عليه ودفعوه بحال هكايا وتبعوا وعاود دفعوا عاوتاني وتبعوا وتمايا فمني مشى لجهه المحل الاخر في كاين الكرسي ديالو في كاين العصا ديالو تما ما شداش الكاميرا واحد شويه هو يجي الواليد ديالي عاوتاني راه كاين كلشي في الكاميرا مصوره كلشي كاين. جاي مسكين الواليد ديالي وهز العصا ديالو ودار لي عجيت من الطوموبيل وهرب عليه وجا قطع الشانطي هو يجي هو يدفعو دفعو واحد دفعاني راه باين كلشي باين في الكاميرا دفعو يعني مدابز معاه هويا صافي. مني دفعو جاو عاوتاني الدراري اللي كانوا معاه دفعو حتى طاح جاو الدراري اللي كانوا معاه شدوه وما يطلعوا لهنايا جابوه للزنقه جهه الدار. الواليد مسكين ما باش يخلي الطوموبيلات ويخلي الشارع ما باش يدخل ما باش يسمح فسميتو في العمل ديالو. راه مني ترقو صرحو راه لا اله الا الله راه كنصبرو فيوسنا وكنصبرو في والدينا وكيدوز حدا الدار بحال كيستفزنا راه صبرنا حتى عينا وكنصبر كنصبر في الوالدين وفي الخوت راه غيطرى شي حاجه اخرى راه غطرى شي حاجه اخرى راه على الاقل الروح ما خصوش يخرج يبدا يطلع ويهبط شحال وقضى التحقيق لا اله الا الله. خويا تا هو راه كان حاضر مني خرج من دارهم لقى الواليد ناعس ميت لقاه صافي مشى. اخر هضره قالها الواليد للدري اللي عنده الكلب قال لي راه تعدان فلاتي تعدان فلاتي هو يطيح لقاوه طايح نتيجه ديال التشريح الطبي قال لك راه مات سكته قلبيه يعني السكته القلبيه توري الطرف الثاني واش توري الطرف الثاني انه توري الطرف الثاني وتا الفيديو اللي خداو الشرطه من اللي طاح ما خداوش هما لهاد الفيديو هذا مني كان مدبز معاه وكان كيدفع فيه والضرب هو وياه. الشرطه خدات غير الفيديو من اللي طاح مني كيهضر مع السيد مني قال لي راه تعداو عليا وطاح داكشي اللي خداو هما يعني داك الفيديو الاخر هو اللي بناو عليه كلشي الفيديو الاخر الشهود. دابا المشكله ملي مشينا عند قضاء التحقيق ملي مشينا عند قضاء التحقيق انا كنعرف قضاء التحقيق كيدخلوا الشهود واحد بواحد وكيسولوهم. الدراري مني مشاو جبد سي المعني بالامر جبد الورقه قيد فيها نهار 28 في شهر 11 قال لي اجيو حضروا سيرو كاملين دخلوهم كاملين ورجعوهم كاملين والعشيه تلقوا صراحه المجرم العشيه جاي كيدور حدانا هنايا كيدوز من حدا الدار ما عادوش الاستفزاز واش بغاونا نديرو حنا شي جريمه باش نمشيو حنايا بلاصتو ولا ما تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.